لانه ما عادش ينفع السكوت عليها. طيب الرؤيه الفنيه للمباراه ازاي الامور مشيت وليه الاهلي كسب وليه تاخر الفوز لغايه الوقت القاتل؟ البدايه مع الدكتور طه اسماعيل في اون سبورت. كابتن طه، المباراه مرت بمراحل كثيره جدا، لكن يمكن العشر دقائق الاخيره هي الاهم. تغيير عمار حمدي، كابتن حلمي طولان اللي عمل مباراه هايله الحقيقه على الجانب التكتيكي، وايضا التغييرات صالح جمعه الدقيقه 76، رمضان صبح الدقيقه 64، مروان محسن في الدقيقه 86. كيف صارت منحنيات المباراه وجهه نظرك اهم المحطات في اللقاء يا كابتن؟ هو شوف، اهم حاجه ان المدرب لتاني مره يعني انا اذكر مباراه الجونه ان الاهلي كان خسران دقيقة 56 من الشوط، بداية الشوط الثاني، وراح عامل التغييرات اللي قلبت كيان المباراة وما تأخرش، صاحي وجريء وسريع في رد فعله بالنسبة لما يحدث في المباراة. ده رمضان صبح طبعا نزوله برضه في الدقيقة 63 عمل، وعلى فكرة مباراة الأهلي والزمالك كان من أفضل الناس، لأن أنا برضه بيحافظ على الكورة وبقوه كبيره جدا مع اي التحامات بيحافظ عليها بشكل كويس. ربنا مديله موهبه، ودي مع المهاره الكويسه بتديله افضليه، رغم ان هو قد يجوز ما هو سريع قوي، لكن مع الكوره بيمسكها بشكل كويس، بيقف عليها ويفوت بيها ويقدر يعمل منها شغل. ولذلك شفنا يعني الهدف ده، وقبل كده فيها غزوات عملها بشكل كويس، لكن اللعبه دي شفت من ناحيه الشمال من واحد واثنين، وبعدين راح عامل الكوره بشكل رائع جدا لصالح جمعه. ده يحسب للمدرب التغيير الذكي في الاوقات تخليه صاحي، مش متاخد من النتيجه او مخضوض ان هو الماتش ده ممكن اتعادل فيه وهيروح مني نقط وكلام، لا ده مركز في المباراه بشكل كويس مع التغييرات الكتيره اللي عملها في المباراه. يعني هو نازل طبعا هذه المباراه ومغير، يعني مثلا محمد هاني متغير، سعد سمير متغير، رامي ايمن ايمن متغير، سيرد باك في نص الملعب، حسام عاشور متغير، عدد كبيره متغيره، مروان محسن. فطبعا هو لعب، عمل تيرن اوفر كويس، لان المباراه بتاع الزمالك اتبذل فيها مجهود كبير جدا نتيجه لارضيه الملعب اللي كانت موحله، فاللعيبه اجهدت بشكل كبير جدا. ولذلك هو عمل التيرن اوفر ده رائع جدا من البدايه بتغيير 6-7 لاعبين، ثم بعد ذلك بانه يعمل التغييرات المناسبه برمضان نزوله في الدقيقه 63، ثم صالح جمعه في الدقيقه 75، ثم حتى في الاخر 81 متر رمضان كوره اندر كنترول ما فلتتش، ما بعدتش 98 ومسيطر عليها، دي 98 ومسيطر عليها بمهاره غير عاديه. بالظبط. بص يا كابتن، البدايه من صالح جمعه تمريره، نبص بقى هنا ادي العد بيبدا، بص بسبرنت، وشوف صالح جمعه فين بقى، شوف صالح جمعه فين، وحوريكوا لعبه ازارو. شوف صالح جمعه راح فين، سبق صالح جمعه، سبق ازارو وعشان هو اللي خلص اللعب. يعني هو ابتدى وسبق ازارو، عشان كده بتبين ده وعي اللعيب اللي عايز رايح على الجول وعايز يجيب جول. ماشي، مجموعه من الملاحظات. بدايات رمضان صبحي فكرني بابطال العدو ال 110 حواجز، وهو يقفز يزق كرة يقفز من فوق المنافسين بهذا حاجة، و80 متر ده لما استلم، ده هو بيجري من قبليه. اتنين، وبعدين الفوقان، وبعدين البصة اللي بصها اللي هي دي بالظبط كانت في ماتش الزمالك، بس الظروف كانت طبعا مختلفة خالص لما أزارو مشي وراح لافف ولعبها على طول. البصة دي كانت مهمة قوي. أزارو عمل شيء طيب، قلت لك الاوفرلاب اللي حصل انه جري كده وراح جاي من وراه رمضان صبحي، سبق وحطها رمضان اسمه صالح جمعه. صالح جمعه من ضمن الملاحظات، شوف وزنه، افتكر بقى كده، جيب له لقطه قديمه وجيب له اللقطه دي، تعرف حجم المجهود والالتزام اللي هو عايشه. واحنا يعني نوهنا الى هذا من حلقتين ثلاثه، انه يعيش قصه مختلفه في هذه الفتره. مساله ان الاتحاد السكندري عمل مباراه تكتيكيه يحيي عليها مؤكد، لكن تعال بقى نتكلم على فعلا المباراه التكتيكيه من لسارتي. ايوه، لسارتي في هذه المباراه يعلم انه قد تعادل مع الزمالك،
يعلم انه هو لو ما كسبش يتسع الفارق بينه وبين الزمالك، لو فاز الزمالك كما فاز الى 4 نقاط. فعايز لازم يكسب. ورغم هذا عينه على جنوب افريقيا. ازاي يريح الناس؟ طلع جاي من التشكيك. ازاي يريح الناس؟ واحتفظ بالناس الذين يستطيعون ان يحدثون الفارق بالقوه والمهاره والسرعه الى التوقيت اللي يقتل المباراه. يكون فريق الاتحاد السكندري تم استهلاكه، يبان بقى فرق سرعات جيرالدو ورمضان صبحي، واخد بالك؟ فهذا تفكير يحسب لهذا المدرب. لا بيفكر. وبعدين واحد يجي يقول لي طب لما جابش جون الاجوان هتقول كده؟ هقول كده، هو اجتهد. لو اتخلقت الفرص هقول كده، هو اجتهد. هو مش ضروري كل مره يعني التوفيق يجي انما هو بياخذ بالاسباب الفنيه. لذلك انا سعيد حتى على المستوى الاداري. كابتن سيد عبد الحفيظ يعني في الاخر وكانه شارك في القرار، هستنى بقى برج العرب. يعني ما بقاش في الاخر متوتر. لا، ما حطش الفرقه في توتر، وما ما 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 قرر، قال لك ما انا لسه لاعب ودايس في الملعب وحافظه، يلا بالصعوبات بتاعته هنقدر نتعامل. عجبني جدا ما هو اداري فني، مش رايه لوحده يعني. طبعا هو اداري فني. لا، الجهاز عايش تناغم. طريقه بقى ان كمال لاسارتي كل يوم والتاني يقعد مع لعيبه، وغالبا من اللي يا اما عائدين بالاصابه او ما بتلعبش كتير، رائع جدا. طيب بلس 90 واللحظات القاتله، واحد من نجوم هذه اللحظات عماد متعب. نشوف بقى نجم التحليل عماد متعب كيف راى فوز الاهلي في هذه اللحظات القاتله. حي كابتن حلمي طولان على اداء فريقه النهارده. اداء مباراه جيده جدا 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 جدا. لعب بشكل تكتيكي عالي جدا جدا. يمكن التغييره بتاعت عمار حمدي كان هي شويه، هو كان عايز يامن بالظبط لانه نازل كريم الديب يعني. فعايز يامن، زود ضغط. نعم. على النادي الاتحاد. النادي الاهلي كان مسيطر، لكن الشوط الاول كان شوط سيء لحد ما بالنسبه للنادي الاهلي. الشوط الثاني الامور اتحسنت مع التغييرات اللي عملها مستر لاسارتي، وانا عايز احيي مستر لاسارتي على اصراره. راح جاب صالح جمعه اللي بقى له فتره كبيره جدا مش موجود، وحطه في مباراه الزمالك ونزله. نعم. علشان صالح بيتمر بشكل كويس جدا، ظاهر بمجهود ومستوى عالي جدا جدا في التدريبات. الراجل وعده انه هيبقى موجود، ما حطش في دماغه خالص الناس ممكن تقول ايه، او الناس ممكن تتكلم او تنتقده. حتى لو صالح نزل في ظروف صعبه جدا. نعم. في الماتشين في الزمالك في المباراتين. نعم. صالح عنده امكانيات عاليه جدا، لعيب دلوقتي عايز. واللعيب لما بيكون عايز الكوره وعايز يبقى موجود، اديله. نعم. اديله عشان هيديك. صح. المردود اللي انت مستنيه. برافو عليك. تغييراته رمضان نزول رمضان جناب، اللعب مع على الجنابه كابتن شوبير في الوقت اللي بيكون وسط الملعب مقفول او العمق مقفول، مهم جدا جدا. والحلول بتيجي عن طريقه. يمكن تغييره مروان اتاخرت شويه، لكن في الاخر التغييرات اللي عملها، وزي ما قال دكتور طه ان هو بيستنى مباراه الجونه لما الاهلي كان بيلعب كان الدنيا مقفوله، عمل 3 تغييرات غيروا شكل المباراه. النهارده عمل تغييرين، تغييره رمضان وتغييره صالح، غيروا شكل المباراه. المكسب طبعا مهم. نعم. جدا للنادي الاهلي في ظل الظروف اللي انت بتلعب فيها. شوط سيء او شوط متوسط بالنسبه للنادي الاهلي، استحواذ لكن مفيش فرص. شوط تاني احسن بشكل كبير. الامور تحسنت مع التغييرات. المكسب في الوقت ده وفي الظروف دي مهمه جدا 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 للنادي الاهلي. بتحط ضغط على المنافس انك تعتل القمه، حتى لو لساعات. نعم. هتحط ضغط طبعا على نادي الزمالك. كلام موزون من واحد اسطوره فاهم بيقول ايه. ده كل واحد حقه الحقيقه. طيب وهل نجم الزمالك الكابتن محمد ابو العلا يدي الاهلي حقه ولا لا؟ نشوفه. يعني هل اتغيرت طريقه اللعب اكتر من مره النهارده للفرقتين؟ لا، الاهلي مثبت تشكيله. ويمكن خاطر يا كابتن في اخر ثلث ساعه لما ابتدى ينزل. مخاطره كانت مقبوله مطلوبه؟ مخاطره مقبوله، ان الفرقه اللي بتلعب على الدوري الممتاز او على البطوله بتبقى غصب عنك لازم ربع ساعه ثلث ساعه تعادل زي الخساره بالنسبه لك. معلش عايز اقطعك، لازم تحييني.
عماد كان متوقع التغييرات كلها وقال لي صالح هيدخل على الاهداف. صالح كمان هيدخل. كنت متوقعها بيني وبينك في الاوضه. انا قلتها ما بين الشوطين. يعني الثلاث تغييرات حصل يا كابتن طارق، كنت قاعد جنب حضرتك قلت رمضان وصالح ومروه في نقطه ثانيه بس. انا قلت له صالح هينزل وهيجيب جول. ماشي، هو قلتها لحضرتك على فكره. هو قال صالح هينزل ويجيب جول. يمكن هنا التغيير اللي قدامنا ده خدمه صالح. انا بتكلم على طرق اللعب. ده تغيير. لا ده التغيير قدامنا اللي هو رمضان ينزل مكان حسين، كان ساعتها التغيير هو التغيير. لما صالح بقى نزل، بص هنا حتى كابتن الكلام ما بينهم ان في تعديل لطريقه اللعب لما صالح نزل. لان خلاص هو ابتدى يلعب بتفندر واحد السوليه، وتقريبا بقى قدامه ناصر ماهر ناحيه اليمين. ده مين اللي طالع؟ ده مروان. ده تغيير بقى تاني. مروان نزل مكان ناصر. مكان ناصر. اول تغيير خلى ناصر وصالح جمعه هما الاثنين فري في نص الملعب، وعمر عمر السوليه بس هو الوحيد اللي بيامن المنطقه الدفاعيه في نص الملعب، ليبرو نص الملعب، وادى حريه لصالح وناصر. بعد شويه طبعا هيبقى فيه صعوبه ان ناصر وماهر يعني صالح وناصر ماهر يبقوا الاثنين مع بعض في نفس توقيت في الملعب، فغير طريقه اللعب تاني، خلى لعب فرودين. ابتدى يسحب ناصر ماهر اللي عمل مباراه كبيره ومجهود بدني كبير جدا جدا مباراتين ورا بعض، الزمالك والاتحاد السكندري، وابتدى يغير طريقه اللعب. بص هنا كثافه العديه في ال 18، خلى فيه مروان دايما ثابت في ال 18 هو وازارو، فبحيث ان هو كمان بيرد بتغيير لكابتن حلمي طولان لما طلع سحب عمار حمدي وابتدى ينزل كريم الدين. هنا برضه غير طريقه اللعب كابتن، فاداله فرصه كمان ياخد ريسك اكتر. ياخد ريسك اكبر وبلغه الكوره يجيب فريق الاهلي في الثلث الاخير. بس هنا يا كابتن عايز اقول حاجه برضه بمناسبه التغييرات. انا وجهه نظري ان النهارده من الاسباب الرئيسيه اللي خلت الاهلي يجيب جون في الدقيقه 92 فكره ان انت بتلعب لعيبه جديده. يعني لو اللعيبه دي مجهده، لعبت مباراه الزمالك من 3 ايام، مش علي معلول مش مجهد؟ لا مش علي معلول بس كانت عندك 70-80% حتى. من التغييرات يعني رمضان صبحي مريح شويه نازل ثلث ساعه. انك تعرف توصل للدقيقه 92 والدقيقه 95 ده معناه ان انت اللعيب بيبقى عندك فريش. لكن لو انا بلعب بنفس الفريق لعب من 3 ايام هيبقى في مشكله كبيره جدا ان يوصل للدقيقه 92. نعم، مشكله كبيره ان يوصل للدقيقه 90. وعشان كده انا بقول لحضرتك عشان ده السبب اللي انا بقول لحضرتك ان هو يحسب له التغيير ويحسب له ان هو نزلهم في وقت يبقوا فريش. ما فيش حد ما 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 اتكلمش بانصاف على التعديلات. والماتش يا استاذ ابراهيم بيجبرك تتكلم صح. الماتش ده كل الـ الوقت الاصلي كوم، والتسع دقايق بتوع الوقت ولا 8 دقايق بتوع الوقت الضايع ده بدل من ضايع كوم تاني، فيهم كل حلاوه الكوره وكل الصح. ف بس كمان انا عايز اقف بعد اذنك عند عماد متعب، لانه حتى محمد ابو العيلة بيحيي عماد متعب انه توقع التغييرات وتوقع ان صالح هينزل ويجيب جون. الجمهور يا جماعه وهو بيتابع دي برضه رساله لكل الكباتن في استوديوهات التحليل. الجمهور ذكي جدا. جمهور الكره ذكي قوي ومتابع كويس قوي، ويكاد يكون بيقرا ملامح الوش ونتائج المباريات على وشوش نجوم استوديوهات التحليل، لانه الكاميرا بتجيب المحلل بمجرد انتهاء المباراه، فالحدث لسه تعبيراته وانعكاسه بودي لانجوج بتاعه طبعا بيعبر عن رايه او شعوره. اللي عنده حسابات وعنده حساسيات ومتضايق انه الفريق ده كسب بتبان عليه، فلذلك تبص على السوشيال ميديا تلاقي الانتقادات حيه وصريحه، لانه في الغالب رايحه للمكان الصح. عموما ما علينا، اعتقد المساله عند الجمهور بتبقى واضحه بين كل الاستوديوهات اللي بيتنقلوا مين اللي فعلا بيحب وبيتمنى لك الخير ومين اللي عنده حسابات. عنده حسابات خاصه يعني. لكن الحقيقه كابتن فاروق جعفر واحد من نجوم الكوره، نجم نادي الزمالك وواحد من ابرز نجوم نادي الزمالك في تاريخه، انما دائم الانصاف للاهلي، عمره ما تجنى على الاهلي، دائم الانصاف للاهلي بشكل. هو على فكره هو الكابتن حسن شحاته، هو والكابتن حسن وكان تالتهم الكابتن الله يرحمه طه بصري. لكن كابتن فاروق جعفر تملي رايه مهم حتى هو بيتكلم على الاهلي. نشوف. انا بقول بردك الاتحاد السكندري في الحدود الامكانيات قدم مباراه كويسه وكان ماشي لغايه نهايه المباراه انه ممكن كان يتعادل، لكن هنا هنقول بقى الدوافع بتاعه النادي الاهلي، سواء الدوافع بقى هنقول نفسيه فنيه، تغييرات اللعيبه عايزه توصل لافضل نتيجه، اللعيبه عايزه تعبر عن نفسها. لا. ان هم بطل، ان هم بينافسوا على البطوله. على فكره اللعيب الافريقي بتاع النادي الاهلي
هو يمكن المكسب الاول النهارده جيراردو في المباراه هو المكسب الاول للنادي الاهلي النهارده. حاجه جديده هي بتقول ان في لعيب بيشد دفاع النادي الاهلي وشد النص ملعب بتاع النادي الاهلي واتنقل للناحيه الدفاعيه وكره تحته، كل ده اداء فردي. نعم. يعني النهارده الاداء الفردي غير مفاهيم المباراه النهارده بدل الاداء الجماعي، وكنا احنا كلنا كاستوديو بنقول الاهلي هيبحث عن الاداء ولا عن الثلاثه بونت. لا، النادي الاهلي النهارده بحث عن الثلاثه بونت على حساب الاداء، لكن في مكاسب ان احنا بنتكلم على جيلاردو النهارده عمل شغل بشكل جيد جدا، رمضان ما نزل طور الاداء بشكل كبير جدا، حتى لو لعب باثنين مهاجمين الاثنين مهاجمين عطلوا زي ما قال مجدي اربع لعيبه ورا، اما الاربع لعيبه نزلوا في قلب الملعب فضوا نص الملعب، بقى النادي الاهلي صاحب القرار في نص الملعب. النهارده النادي الاهلي الخبرات مع عايز اقول الخبرات مع تعب دافع او ارهاق فريق الاتحاد الشوط الثاني ما قدرش وما عندوش خبرات يقدر يكمل الشوط الثاني. طيب. الخبرات دايما هو معني بالخبرات ومعني بالمعلم بتاع خط الوسط لانه كان معلم مكان معلم. لكن لما تيجي تشوف كمان ان النادي الاهلي انا عمال سرحان وهو بيتكلم ده النادي الاهلي غير مين؟ كابتن احمد فتحي عودا احمد، كابتن رامي ربيعه عودا احمد، ياسر ابراهيم يلعب ويتالق، يعني ثلاثة من خط وليد ازارو يبدا. ها؟ وليد ازارو يبدا لا ده ما هو دول انت احنا بنتكلم دلوقتي على خط الظهر. ها؟ فالثلاثة يتالقوا. وده منتظر منهم يعني. ادي مكسب من ضمن مكاسب يعني ال 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 يعني ما ذكرهاش يعني كابتن فريق بس قال على الخبرات، ما هي فيها خبرات. يعني هي مكاسب فيها خبرات. طيب الادراك الانتقائي والتفسير الانتقائي زي ما بيقول علم النفس انه اي حدث حاصل انت بتنتقي منه اللي يريحك. يريحك ويثبت وجهه نظرك. مارتن لاسارتي عنده ظروف صعبه. في خلال 8 9 ايام بيلعب 3 ماتشات كل ماتش اصعب من الثاني. يلعب ماتش القمه على نفس الارض الموحله بنفس الظروف الصعبه يواجه الاتحاد. عشان يطلع بعديها ب 24 ساعه يسافر الى جنوب افريقيا. يلعب مباراه مهمه جدا مع سان داونز. طب مدرب لو فضل محافظ على نفس التشكيل هيتقال الاجهاد والارهاق والاصابات وما عندوش دكه ومال جبتوا اللعيبه دي ليه؟ الكلام ده كان هيتقال. طب لما الراجل يعمل نوع من التدوير بين اللعيبه ويدفع بعض العناصر يبقى غلطان. نرجع لجحا والحمار وابنه. في كل الحالات في لوم على لاسارتي. لما عمل هذا التدوير كان لكابتن علاء نبيل راي فيه. فيما يتعلق بتأثير التغيير اللي عمله لاسارتي على تشكيل الفريق في البداية، لأن مش كل مرة تسلم الجرة. هو قال الدقيقة 90 متعادل، كان ممكن جدا ماشي في التعادل، ولو خلص بالتعادل قد يكون هذا التعادل يهدي نادي الزمالك الدوري العام. هو يتحمل. انت شايف التشكيل الاولاني كان ايه مشاكله وعيوبه من خلال الواقع على ارض الملعب؟ لما انا اجي اغير اكتر من نص الفرقه يعني تعتبر 70% من كيان الفرقه، اغيره في مباراه مره واحده ومباراه مهمه، وزي ما اتفقنا كلنا ان المباريات القادمه للنادي الاهلي والزمالك هي مباراه كؤوس. صح. لا للتعادل. نعم. لما انا اجي اغير 7 لعيبه مره واحده في تشكيل وفي ناس لسه جايه من اصابات، يعني ممكن اقول مثلا احتياطي وبينزل 10 دقائق ربع ساعه، لكن انت جايب ناس من الاصابات مره واحده وتلعبهم وفي اماكن حساسه في الملعب، الاثنين اللي في قلب الملعب والباك يمين، احنا ما شفناش احمد فتحي خالص النهارده. ولا ما اعتقد ان النتيجه دي انقذت مدرب النادي الاهلي. انقذته من ان هو الكروت بتاعته استطاعت اللي هي في الشوط الثاني تجيب الجنين وياخد الثلاث نقاط، عشان كده كانت الفرحه كبيره جدا لجهاز النادي الاهلي. خلاص الماتش بيروح. الوضع اللي ساعده ان لعيبه نادي الاتحاد كمان وقعت بدنيا في اخر ربع ساعه. لو جينا انا في عايز اقارن الجون اللي جابه النادي الاهلي الثاني والهجمه اللي احنا جبناها في الشوط الاولاني اللي هو لعيبه الاتحاد واقفه ازاي،
تمام، كم واحد جوه 18 والرقابه عامله ازاي، والمساحات الكبيره قوي اللي موجوده رمضان صبحي اتحرك. هو ده بالظبط الفرق. انت المدربين رؤاهم بتختلف، مدارسهم بتختلف. مدرسه كابتن علاء تفهم منه كده، انا لما كانوا يعني انا لو مسؤول، لو انا المدرب مش هعمل كل ده. طيب ما هو انت كمان يا كابتن علاء متصور ان هو عمل مغامرات، ليه ما تكونش باصص لها من زاويه ان الراجل عارف حاله لعيبته وده اكيد ومطمن لها، لان هو مش هيجيب كابتن احمد فتحي يختبره ولا رامي ربيعه يختبره، ما كانوش الناس دي فعلا جاهزه. ها وياسر ابراهيم ده احنا شايفينه كل مره بينزل بيعبر عن نفسه، وعنده ماتش مهم جدا في جنوب افريقيا. ده هو مش بس بيريح لعيبه، ده هو عايز يطمئن على دول يمكن يحتاجهم. ايوه فالمسؤوليه مختلفه والرؤيه مختلفه، وهو ده اللي التفكير اللي بيفرق مدرب عن مدرب. لاسارتي من وجهه نظري حتى لو لم يفز كان له وجهه نظر ما نقدرش نقول انها غلط. وجهه نظر في اداره المرحله، اداره المرحله والصعوبات المباريات المضغوطه. هو قال كلمه فيها السر كله. قال ان لعيبه الاتحاد السكندري اخر ربع ساعه وقعت. ما هي دي من ضمن حساباته. بالظبط. هو عارف الملعب ده هيرهق الفرقتين. فجهز القوه الضربه العدائين بتوعه للوقت المناسب، اليمين والشمال اسرع اثنين هم وازارو اسرع ثلاثه في الفريق لاخر ربع ساعه، واحتفظ بالمهاري اللي اداله شويه وقت في ماتش الزمالك علشان يقدر الثلاثي ده يستفيد من الانهاك بتاع لعيب الاتحاد السكندري ويبان الفروق الفرديه. وجهه نظر، مش ههاجم وجهه نظر الكابتن علاء، بس هقوله هذا تفكيرك. لكن لسارتي فكر بطريقه والماتش انصفه، ما نقدرش بقى نقول له مش كل مره تخسر وافرض ان هو نزل بالفول وخسر بقى. كنت هتقول له ما ريحتش الناس ليه؟ ما هو مش كل مره تسلم الجره.